قدامك ألوان أزرق أبيض أحمر بنفسجي أخضر، هبتدي أسألك دلوقتي إيه هو لونك المفضل؟ لو اخترت الأصفر بيدل إنك شخصية بريئة وهادية بس مجنونة شوية، لو اخترت الأحمر بيدل إنك رومانسية وإنسانة مشاعرك دايما حساسة وبتأثري بأقل شيء. لو لقيت نفسك رايحة للأبيض أكتر يبقى شخصيتك ضعيفة وما عندكش ثقة في نفسك ومفيش حاجة بترضيكي بسهولة. لو اخترت الرمادي انت انسانة انيقة وشيك جدا وعشرية. اخترت البني فانت متقلبة المزاج زي القهوة مزاجنجية، تحبي وتكرهي بسرعة. بالنسبة للون الاسود لو اخترتيه بيدل انك شخصية غامضة حبتين وبتحب التحدي وعنيدة جدا وراسك دايما صعبة ناشفة، دماغك ناشفة. لو اخترت الاخضر فانت انسانة خجولة وبتتكسف في التعامل مع الناس، بتحب الخضرة جدا والطبيعة وتكره الزحام والفوضى. لو اخترت البرتقالي عندك طموح عالي جدا وعندك اهداف هتسعي دايما لتحقيقها وانت طبعا قد المسؤولية دي. اخترت الازرق تبقى انسانة صادقة ومتفائلة وبتحب الكل. اخترت البنفسجي فانت انسانة غامضة عندك اسرار كتير جواكي، ده غير انه للأسف بتتصرفي بشوية طيش. وده كان اختبار تحليل شخصية دقيق جدا، اتمنى تقوليلي في الكومنتس ايه هو لونك المفضل.